اكيد انت متابع انضمام الرسمي، اعلان الرسمي لانضمام طبعا بدر بنون، ده لاعب مميز، لاعب مغربي. محضر لنا ايه على بنون النهارده؟ بالتاكيد بدر بنون صفقه قويه جدا للنادي الاهلي، يعني مدافع كبير جاي من نادي كبير انتقل لنادي كبير، يعني صحيح. نادي كبير نادي الرجاء وطبعا نادي كبير النادي الاهلي، وبالتالي انت شاري مدافع من نادي بطل كمان لسه حاصلين على الدوري المغربي نادي الرجاء. نمره واحد ده لما تيجي نقيم اي صفقه اي ده اي نادي دلوقتي او اي يعني السكاوتنج في العالم كله شغال ان انت بتقيم اربع حاجات عشان تقيم صفقه جديده او ازاي انت تجيب صفقه جديده. اربع حاجات، ايه هم الاربع حاجات دول؟ تكنيكال، فيزيكال، سايكولوجيكال، سوشيال. تكنيكال يعني الجانب التقني، الجانب الفني، اللاعب ده هيفيد ايه؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه، ازاي هيفيد النادي الاهلي او هل النادي الاهلي محتاج مدافع ولا لا؟ دي اول نقطة. النقطة الثانية الفيزيكال، الجانب البدني، هل هو بيكمل ال 90 دقيقة ولا لا؟ الهيستوري بتاعه في الإصابات ايه؟ هل هو عنده هيستوري إصابات ولا لا؟ كل العالم بقى شغال كده بالاربع حاجات دول. الجانب السايكولوجيكال اللي هو الجانب النفسي، هل اللاعب مثلا لما بيتعرض لمشكله بيتحط تحت ضغط نفسي خلاص بيتحرق ولا هو بيقدر يقاوم، بدليل ان هو دي مثلا شخصيه لاعب. في لاعب لما يجي نادي كبير زي مثلا النادي الاهلي يتحرق ليه؟ عشان فرق ان هو الجانب النفسي، لكن هو طبعا جاي من نادي كبير، عشان كده بدات كلامي من هو لاعب مدافع كبير جاي من نادي كبير راح نادي كبير. صحيح دي حاجه مهمه جدا. بعد كده برضو السوشيال اللي هو الجانب الاجتماعي بتاع اللاعب، هل هو جماعي؟ طبعا هو لعيب قائد، يعني لعيب ليدر، فبالتالي الجانب الاجتماعي عنده بتاعه كويس جدا. نيجي بقى نتكلم على الجزء اللي هو بتاع التحليل، الجزء التقني اللي هو التكنيكال. يعني ما لسه نتكلم في الجزء كمان الاجتماعي ده مهم كمان في طبعا اختيار اللعيبه، والناس برضو لازم تعرف يا دكتور ان الاختيارات والسكاوتنج ما بقوش ده لعيب حريف ولعيب كويس فنجيبه، لازم يكون متعلم كويس او بالزبط. نوعا ما يكون تعليمه نوعا ما افضل، بحيث ان هو يعرف يتكلم، يعرف يبقى عنده شخصيه، يعرف يتعامل مع الجمهور، يعرف ازاي يتعامل مع المدرب، ما يعملش مشاكل في الفرقه، كل ده جانب مهم استقرار جدا. استقرار اجتماعي كمان، ان هو يعني يكون شخصيه متزنه، ما فيش مشاكل بره الملعب، لان انت عارف دايما خلاص لعيب الكوره مرتبط بشكل كبير جدا جدا يعني الحياه الخاصه بتاعته مرتبطه كتير جدا بادائه في الملعب، فكل دوت جوانب انت طبعا درستها بشكل كبير. نبدا بالجانب التكنيكال، الجانب الفني او تحليل الاداء بتاع بدري بنون. نمرة واحد، انت جايب لعيب ليدر كابتن للفرقة، دي مهمة قوي. دايما لما يبقى في واحد ورا صاحب شخصية هو اللي بيقود الهجمة، زي الشناوي ورا مثلا هو الليدر عندك دلوقتي، لما تدعم بحد في خط الدفاع يبقى ليدر، دي حاجة مهمة قوي. ليه؟ هو اللي هيطلع امتى، نرحل امتى، نتقدم امتى، نغطي مصيدة التسلل. الكلام ده مهم جدا. مزبوط. ازاي الباك ارحل عليه هو يغطي، دي حاجة الكلام مهم جدا. صاحب شخصية دي حاجة مهمة جدا. اولا هو 27 سنة، يعني قابل للتطور، لسه في مرحلة النضج، قابل للتطور، دي اول حاجة. النقطة الثانية ان هو مدافع كورته حلوة جدا. مدافع يعني ايه كورته حلوة؟ يعني بيقدر ان هو يخترق، يقدر يعمل عملية البنتريشن لقدام، يقدر ان هو، ودي حاجة محتاجها النادي الاهلي مع موسيماني. موسيماني عنده الاثنين المساكين بيبقوا صناع العاب، بيبداوا هم الهجمة، بيدوروا الكورة، بيعملوا تمريرات كويسة. هل انت المدافع اللي جايبه لايق على طريقة لعب موسيماني؟ ليه؟ لانه بدري منون عنده رؤيه، عنده توقع بشكل كويس جدا، عنده تمريرات، بيعرف يبني الهجمه بشكل كويس جدا.